مخرج المنوعات. لا هو سيدي مش مخرج المنوعات فقط على فكره، سيدي بالدراما بحدود 32 مسلسل درامي. سجل عندك. لا يخرج للدراما. لا يخرج للدراما. شو لا يخرج للدراما؟ عم تقول مالي رصيد. رصيدي في الدراما بحدود 32 مسلسل. المنوعات بالنسبة للأغاني شو؟ لا مش منو، مش قصة أغاني، أنا في برامج منوعة بشكل عام، يعني في عندي في حدود 600 ساعة منوعات. عم تكتب يا جماعة؟ 6 ساعات منوعات. 600 ساعة. 600 ساعة؟ 600 ساعة مش 6 ساعات. عرف يعني القراء المجلة مين الأستاذ حسيب يوسف؟ تفضل. في ناس كثير بتسمع الأستاذ حسيب ما بتعرف شو أعماله. ما سألتنيش مين حسيب يوسف بالأصل. صحيح، مين حسيب يوسف بالأصل؟ حسيب يوسف سجل. ليش تكسيبه أستاذ؟ فيصل يا فيصل. نعم أستاذ، تفضل لحن حياتك. إيه؟ أستاذ حسيب يوسف. أستاذ حسيب يوسف بصراحة متزوج؟ متزوج نعم. عندك أطفال؟ عندي ولدين، طارق ويزن. عملت مخرج أول في تلفزيون الأردن ورئيس دائرة الإنتاج، ثم استقلت من التلفزيون الأردني. استقالة لما هن لا استقلت. توب عندها ولا هفوها ولا التنفس حطه، لأنه بيهمني كثير تغطية الحدث. لا إله إلا الله، شو هالبلوة. تفضل وبين أستاذ، ممكن نسألك كم سؤال هيك أفا بعض جاوبنا عليهم؟ طب بعد ايه يعني بسرعه بس فضل. بس يكون هون ببين الصراحه من اللي مو صراحه. عدم الصراحه اولا. شو بيوحي لك، شو بتوحي لك كلمه نجم؟ نجم بصراحه. ضوء. شو بيوحي لك الضوء؟ نجم. شو بيوحي لك الضوء؟ ضحكه عريضه. سجل نقطة. شو بتوحي لك؟ عندي بعض الأسئلة أنا تلقيتها من الجمهور. شو بيوحي لك كلمة منوعات؟ منوعات شو بتوحي؟ يعني شو بتعطيك جو؟ شو جو؟ فرفشة. جو فرفشة. لحظة، فر كم فاء هاي؟ ثلاثة. فر فاء فعيل. وأضاف الأستاذ حسيب يوسف بأن الفرفشة تعني الانبساط، والانبساط يعني المنوعات. وهيك شو بتعمل؟ شو بتعمله؟ يا ابني انا بحكي شيء وانت بتترجم لي شيء اخر. لا استاذ، هذا الشيء بيطلع من مجال الممنوعات. اي ممنوعات؟ المنوعات. لا سمعت ممنوعات. المنوعات ممنوعات. استاذ حسيب، شو بيوحي لك الحب؟ الحب كلمه طبعا كبيره، بس شو بتوحي لك بحياتك بعيدا عن الفن والحياه؟ الحب حياة. حب الوطن، حب الارض. وقال حب الوطن، حب الام، حب الاب، حب الاخ. وقال حب الحبيبه. حب الحبيبه، حب المال. خبطوني. وقال الاستاذ حبيبه. وقال الاستاذ حسيب يوسف. وقال الاستاذ حبيبه. انا معنى الحب. وقال تعرف ان انا مبسوط باللقاء، ما مر علي لقاءات من النوع، ولا هاي النوعية من الصحفيين، ولا هاي ولا هذا النوع من الأسئلة الحضرية العظيمة. انت يعني ممكن بس يوقعنا الأستاذ. شو بدي أوقعنا؟ على نهاية شو هو محضر بالشرطة هلا يا ابني؟ لا مقال مشان يحط توقيعك هو، لأنه مين بده يصدق إنه هذا الكلام؟ هذا وقع له. حاضر وين كما يشوفه. هذه ليست أقوالي، وكل ما جاء بها وانت بخير غير صحيح. خذ هاي التوقيع يا سيدي فاضل.